السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كديرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في القناة ديالي شهيوات رشيدة. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم كراطان ديال الشيفلور بلاصوص بيشاميل. كتجي زوينة هاد الكراطان وسهلة في التحضير، وانتم غادي تتبعوا معايا جميع المراحل. ودابا ندوز معكم المرحلة الاولى على بركة الله. عندي شي فلورا بهذا الشكل، الحجم راه كتبقاو على حساب الرغبه ديالكم، على حساب شحال بغيتوا تستعملوا. انا عندي هذه الحبه وغادي نسلقها. عندي نص كاس ديال الحليب باش غنسلقها، جوج فصوصه ديال الثوم، وعندي واحد جوج وريقات ديال الرمس، وعندي ملح. ومن بعد غندير التسلق وغنعاد نصوب معكم لاصوص بيشاميل بواحد الطريقه اللي ساهله. غادي نقطعو، غنحيد لي هاد الراس حيت هاد الراس هو اللي كيكون قاسح، ولا درناه يتسلق مع الشيفلور ياخذ لينا وقت كثر وكيطيبو كثر من القياسة الوريدات ديال الشيفلور. بهذا الشكل هو. من بعد ما قطعته حيدت لي كاع هاد الراس اللي قاسح، ما غاديش نستعمله، خليت غير هذوك الوريدات ديال الشيفلور. من بعد عندي واحد الطنجره اللي درت فيها الماء، هو غليته من قبل، غنستعمل فيها داك الحليب، هذوك الوريقات ديال الرمز، الملح، وهذوك الفصوصه ديال الثومه غادي غير نهرسهم بحال هكا. ومن بعد غندير هذوك الزهرات ديال الشيفلور بهذا الشكل وغنخليهم يتسلقوا. ما غاديش نسلقهم بزاف حيت مازال تابعهم الفران. ودابا ندوز معكم الصوص بيشاميل، غنحضروا بواحد الطريقه اللي ساهله. كلشي كنديرو في مره واحده، انتم غادي تتبعوا معايا. عندي نص سطر الحليب، عندي جوج معالق ديال الدقيق معمرينش مزيان بما يعادل 50 غرام، عندي 50 غرام ديال الزبده او جوج معالق تامه كبار، وعندي ملح وابزار، ولا عندكم زوجة الطيب ديروها، جوزة الطيب ديروها، او الجوزة اللي ما متوفراش عنده ما يستعملهاش، انا ما غاديش نستعمل. وفورماج ومعدنوس غنديرهم من بعد. فواحد الكاسرونة غادي نستعمل داك الحليب، غنستعمل جوج معالق ديال الدقيق. بهذه الطريقه راه كيجي هذا الصوص ساهل، كلشي كنديروه في مره واحده. ندير هذيك الملح والابزار، هذيك الزبده، وغنبقى نحرك بشي فوي بهذا الشكل حتى ما يبقاوش ليا التكتلات ديال الدقيق. الصوص بحسب الكميه ديال الشيفلور اللي عندكم، الا كانت عندكم كميه كبيره تقدروا تضاعفوا المقادير ديال الصوص كما كتشوفوا. او ما بقاو لي لا تكتلات ديال الدقيق لا حتى شي حاجه. غنديروا في البوطه وغنبقاو تحريك مستمر
حيت لا حبسنا راه داك الدقيق غادي يلصق لينا في هاد الكاسرونه حتى يختار الخليط ونحصل على القوام اللي بغينا. هو من بعد كتشوفوه ملي بدا يختار وطاب نعمل فيه اي نوع ديال الفرماج كتفضلوا. غندير فيه واحد جوج قطع هاد المثلث ولا جاكم خاتر راه كتزيدوا فيه شويه الحليب. جاكم جاري كتحاولوا تزيدوا واحد نص كاس الحليب وتزيدوا فيه واحد معلقه صغيره ديال الدقيق تخلطوهم وتضيفوهم عليه. وهذا هو من بعد ما دابا داك الفرماج ونستعملو كاع المكونات صبح ليا بهذا الشكل. المول ما نستعمل هذا المول غندير فيه شويه الزيت وغادي ندهنو بالزيت بهذا الشكل لانو هاد الكراطان كيجي كتر من رائع وكيجي لذيذ بزاف. من بعد ما دهنت هاديك المول دهنتو دابا غناخد هداك لاصوص بيشاميل من بعد ما برد غنضيف عليه واحد البيضة وحدة شوية ديال المعدنوس واللي باقي غنخليه للآخر وغنخلط مزيان بهذا الشكل. متنساش ملي هاديك البيضة مع داك الصوص واحد الكيس ديال خميرة الحلويات داك الثوم اللي سلقت مع الشيفلور هذوك الوريدات ديال الشيفلور من بعد ما تسلقوا غتسلقوا في نفس الوقت بقاو شاد ديال ريوسهم ما غاديش نخليهم بحال هكا كبار غنديرهم غير بحال هكا وريدات صغار بهذا الشكل. باش يدخل ليهم هذيك الصوص يجيو بنان من بعد ما وزعت هذاك الشيفلور كله في هذا المول كيف ما شفتوا معايا بهذا الشكل غادي نفرغ من فوق منه هذاك الخليط داك الصوص بشاميل بهذا الشكل. انا عشاق الشيفلور هذا الكراتان كيجي زوين بزاف. بقيت نوزع عليه كاع داك ومن بعد غنضيف المعدنوس من الفوق بهذا الشكل
عندي جبن. الجبن كتختاروا الجبن اللي كتبغيو، احمر او موتزاريلا او اي نوع. وانا غندخلو الفرن حتى ملي نشعل عليه من الفوق ومن التحت، ونخليه حتى يتحمر ونرجع معاكم. هيا من بعد ما طابت الكراتان ديال الشيفلور كتجيب هاد الشكل، غندير واحد الرشه ديال الفلفله حاره سودانيه، هذه كتبقى اختياريه اللي ما كيبغيهاش ما يستعملهاش. مذاق اللون رشه خفيفه. وكيف ما كتشوفوا هي هذه الكراتان حضرت معكم، كتجي لذيذه بزاف وزوينه. انا زينتها بشويه المعدنوس وبحد لوريده ديال المطيشه، كتجي اكثر من رائعه هذه الكراتان. ونتمنى تكون عجبتكم وتجربوها لانها لذيذه بزاف. كيف ما كتشوفوا كتجي محمره ومعلكه مع داك الفرماج وداك الصوص بيشاميل. وبالصحه والراحه، الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله.